لما المأمون رأى يحيى بن أكثم كلف به، حبه قوي ورأى فيه ما خيل الذكاء، فولاه قاضيا على البصرة هو ابن 17 سنة. فالجماعة بتوع البصرة مش عاجبهم الكلام، لأن كان في البصرة من هو أعلى سنا منه وأقعد في العلم منه، إزاي يبقى هو القاضي بتاع البصرة كلها يعني؟ فحبوا إيه يتريقوا عليه يعني. فواحد بيقول له إيه كم سن القاضي؟ سنك كم سنة؟ عشان يقول له سن 17 سنة مثلا ولا حاجة. كم سن القاضي؟ قال سني هو سن عتاب بن أسيد لما ولاه النبي على مكة. ها؟ اخرس يعني، اخرس بقى. هو عايز يقول له كده. ده بيعجبني زي طبيب بيطري. أنا مش عايز الجماعة البيطريين يزعلوا. طبيب بيطري رايح يخطب واحدة، فبتقول له حد يعرفك؟ مشهور يعني؟ قال لا ما فيش، حمار ما يعرفنيش. ها؟ يعني او ده بقى ايه؟ انا اعجبتني الفراسه دي. على طول جاهز. ها؟ بس كل واحد بيجاوب في تخصصه يعني.